التدبير الملاهي الجديده لمواد البشريه وترشيد وسائل المتاحه والاستغلال الامثل للممكنات اللوجستيه، انفتاح المحكمه على محيطها المحلي والجهوي والوطني، واستشعارها للابعاد الاقتصاديه والسوسيو الثقافيه والبيئيه للنشاط القضائي والاداري الموكول لها القيام به، باعتبار القضاء حلقه مندمجه ومنصهره في جهاز السلطه العامه والمجتمع. تلبيه حاجيات المرتفق والمتقاضي ومساعد القضاء بسلاسه واقتصاد في الزمن والتكلفه، والمساهمه في تشجيع مناخ اعمال بلادنا وحمايه الحقوق والحريات ودعم ديناميه التنميه وخلق الثروه ومراكمه التجارب والمعارف واقتصادها وتبادل الممارسات الفضلى في قطاع العدل والتدبير القضائي. تطوير الاجتهاد القضائي باحترام تام لمبدا الاجتهاد الموحد والتيسير الاجرائي وتنفيذ الاحكام القضائيه دون تعقب. حضرات السيدات والساده، كما لا يخفى عليكم فان ورش اصلاح العداله ببلادنا قد قطع الحمد لله اشواطا مشرفه تحت الرعايه الساميه لمولانا صاحب الجلالة نصره الله وإيده. توجت مراحله بصدور الميثاق الوطني للإصلاح العميق الشامل لمنظومة العدالة، والذي تضمن العديد من التوصيات الهادفة إلى تحقيق النجاح القضائي والرفع من مستوى أداء وعمل المحاكم، كما نص على آليات محددة للنهوض بذلك. وقد شرع كافة المتدخلين والفاعلين في حق العدالة في بلورة رؤى هذا الميثاق عبر إعداد مشاريع النصوص ومراجعة القوانين والاهتمام بالتكوين الأولي والمستمر ودعم البنايات وتعليم وسائل الاتصال الحديثة واستعمال المعلوميات وتأهيل المهام القضائية المساعدة وتبسيط المصادر وهي تسريع معالجة القضايا وتجويد الخدمات القضائية ودعم النضوج للعدالة والقانون. غير أنه وكما جاء في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد بن السادس نصره الله والمؤرخ في 30 يوليو 2018، حيث قال جلالته: ومهما تكن أهمية هذا الإصلاح وما أبدأنا له من نصوص تنظيمية وآليات فعالة، فسيظل الضمير المسؤول للفاعلين فيه هو الملحق الحقيقي للإصلاح وديوان نجاح هذا القطاع بأمته. انتهى النطق الملك السامي. فإن الضمير المسؤول هو المعول عليه في كل عملية بناء وإصلاح. حضرات السيدات والسادة، وراعيا لأهمية توفر هذا الضمير المسؤول، أعاهد الله عز وجل أن أبذل ما أستطيع من جهدي وهي تحسين الأداء العام لهذه المحكمة، والرغم من قدراتها ومستوى تدبيرها وتدعيم القدرة التواصلية مع المتقاضين والتواصل الرقمي بين الإدارة القضائية والمهن القضائية، أي بمفهوم التدبير العصري للعدالة وبالبناء على القيم التي يتعين أن تسود منظومة العدالة المتجسدة في الاستقلال والمسؤولية والنزاهة والكفاءة والثقة، واستحضارا لرسالة القضاء النبيلة ولمكانته الرفيعة في دين الإسلام السبح، واعتبارا لدور القضاء الوطني العمومي يتولى من خلال التطبيق العادل والسليم للقانون اصدار الاحكام داخل اجل المعقوله، وكذا حمايه حقوق الاشخاص والجماعات وحرياتهم وامنهم القضائي، اسهالا في سياده دوله الحق والقانون، والتي تعد من الاختيارات الدستوريه الجديده للمملكه المغربيه التي غابت اجلال الملك نصر الله يؤكد عليها، وخدمة للمرتفقين بها ووفاء لمفهوم القضاء في خدمة المواطن. وسيرا على نهج سلف الرأي السابق للمحكمة الابتدائية بالخميسات الأستاذ العالي الغبوني، والذي أثني بهذه المناسبة على ما قام به من مجهودات قيمة وأعمال صادقة في فترة كانت هذه المحكمة من المراكز القضائية التابعة لنفوذ ابتدائي بالخميسات. كما لا تفوتني الفرصة لأنوه بالأستاذ الجليل محمد شنضيف وكيل الملك المعين لدى هذه المحكمة لما يتميز به من كفاءة ومهنية وحس مسؤولية، وألتمس منه مد يد العون ومن كافة نوابه والموظفين العاملين في جهاز النيابة العامة لدى هذه المحكمة
كما التمس ايضا من زميلاتي وزملائي القضاة والسيد رئيس صحيفة كتابة الطب والسيدات والسادة المنطفين العاملين بهذه المحكمة، التمس منهم فراقهم في دينامية عمل منسجم وهادف وفي الله بحزم وأمانة، ليكون جميعا في حسن ظن مولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس الذي أسأل الله عز وجل أن يحفظه ويديم نصره وعزه وأن يقر عينه بولي عهده صاحب سمو الملكي الأمير مولاي الحسن وكافة أعضاء أسرته الشريفة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، صدق الله العظيم وبه أستعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.